نخرج لتقرير من خلاله نتعرف على مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ ونعود لاستكمال حوار نائبكم معنا. الشباب كلمة السر في نجاح انتخابات مجلس الشيوخ وخروجها بصورة مشرفة. الشباب كان حاضرا وبقوة في هذا الاستحقاق الدستوري، سواء على مستوى التنظيم والمتابعة والمراقبة أو الإقبال على المشاركة في التصويت وأيضا الترشح على مقاعد المجلس ليساهموا في رسم المستقبل. فالإقبال من جانب الشباب ليس بالمفاجأة بعد أن أثبتوا وعيهم بالمشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة. زلنا النهاردة كمان عشان نثبت للدنيا كلها أن احنا على قلب رجل واحد وورا الرئيس وورا بلدنا قبل أي حد في الدنيا. لازم الناس كلها تعرف أن مصر فيها رجالة، وان احنا مش يعني اي واحد في موقعه لازم هينزل زي ما حضرتك بتقول كده، مش شرط ان هو يكون منتخب كمان، ده لازم كل واحد في مكانه يشمر وينزل ويبذل كل ما عنده عشان خاطر البلد دي. احنا في عهد لازم في صوتك يقول الحقيقة، لازم في صوتك يظهر للناس كلها، يبقى في حرية، لازم تتكلم بحرية، عبر عن رأيك سواء موافق على اللي انت هترشحه او مش موافق، موافق على القائمة اللي انت هترشحها او مش موافق، قول رأيك بحرية. ويعتبر ترشح عدد من الشباب بعد ان تم تخفيض سن الترشح الى سن 35 عاما دافعا كبيرا للشباب في الحرص على المشاركة السياسية وتوفير الثقة في خوض التجربة الديمقراطية في ظل وجود الدعم المستمر من القيادة السياسية. مكتسب كبير، وهو دور الشباب في أن يقدموا رؤيتهم للمستقبل، وهذا جزء أساسي من استراتيجية القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب. وأصبح الشباب الآن معترف بأهميتهم وخبراتهم بأن يستطيعوا أن يقدموا الكثير للوطن. اتعلمنا طبعا ان احنا ازاي نختار الشخص اللي يقدر ان هو يمثلنا وان هو يحقق كل طلبات او اغلب طلبات المواطن. صوتنا امانه ومسؤوليه وكل حاجه، فلازم كل واحد ينزل يشوف الانسب ليه ولينا كلنا وننزل ننتخبه. هذا الإقبال جاء ليرد على ما زعمه البعض بعزوف الشباب عن المشاركة، وهذا يدل على فهم الشباب لدقة اللحظة التي تمر بها الدولة. استراتيجية تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في صناعة القرارات ليكونوا جزءا من السلطة التنفيذية وأيضا السلطة التشريعية. كريم كمال، التلفزيون المصري.